عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة أم زياد. اليوم غنصيب معكم واحد الطارط بالدجاج وصوص بيشاميل. تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا المقادير. بسم الله، غنبداو بالمقادير. هنا عندي واحد 3 ديال الدنجالات اللي قطعتهم شرائح، عندي الدجاج حتى هو شرائح، وعندي البطاطا اللي سلقتها نص سلقه. انا كنت بديت كنقطع فيها ولا كنبدا نوريها لكم. وعندي زيت الزيتون وعندي الزبده. دابا انا شعلت على المقله اللي غنشحر فيها هاد الدجاج ديالي. غندير فيها واحد هكا نص معلقه ديال الزبده، ندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، نشرت دوب هاد الزبده هادي مع الزيت. عندي الدجاج غنديرو في هاد الطحين هذا فورس، هكا نحطو كله في هاد المقلة. ندير عليه شوية مليحة وشوية الإبزار. هنا غنسد عليه بواحد القفالة وغنخليه تيتشحر ونرجع معاكم. دابا أنا غنقلي الدنجال، الزيت هو سخن. هاد الدجاج غسلتو بالماء والملح والحامض باش ميتحرش، ونخلي هكا يتقلى ونرجع معاكم. دابا انا غنصاوب معاكم صوص بيشاميل. عندي هنايا سطرة حليب، وعندي جوج معالق ديال النشا، وعندي جوج معالق ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس، وعندي واحد جوج كيريات، وعندي الفرماج احمر، وعندي واحد معلقه الزبده، عندي شويه الملحه والبزار وواحد الكوزه غنحك لنا شي شويه، وشويه الثومه بودره. دابا انا شعلت البوطه ودرت هنا معلقه ديال الزبده باش تذوب، وهنا غندير واحد جوج معالق ديال النشا، ونزيد عليهم هاد سطرة الحليب. كنخلطهم هكا باش ما يتقورش ليا داك النشا مع الصلصه ديالي. دابا غندير هذوك جوج معالق ديال الدقيق الابيض مع الزبده، ونستمر هكا بالتحريك نذوب هكا الزبده، وغنبدا نخوي داك الحليب اللي خلطت، نبدا نضيفو بشويه بشويه. انا كنضيف وانا كنحر. انا بغيت نشاركها معاكم. شويه بشويه، نبقى نحرك هكا باش ما تكورش ليا.
الثومه، نزيدها شويه الابزار وشويه المليحه، ما نكثرش حتى عندي دجاج مغسول بالمليحه والبنجال. نزيد على دوك جوج كيريات، نحك شويه الكوزه، اختياريه اللي بغى يديرها يديرها، اللي بغاش يديرها ما يديرهاش. غندير واحد شويه الثومه بودره، سمحوا لي كنخدم بيدي. ندوب هذاك الفرماج اللي درت، انا غنخلي على جنب وغنجيب المول ديالي اللي غندير فيه البطاطا والدجاج والبنجال باش تشوفوا معايا كلشي. ثم هو الدجاج اللي شحرته في الزبده والزيت وشويه الابزار والملحه، وهنا اللي البطاطا حتى هي اللي درتها قطعتها مرصوات، درت معها شويه البزار والملحه، قليتها، قليت الدنجال هو هذا اللي حيدته، درت فيه البطاطا، البطاطا راه مسلوقه مسلقه باش تشد راسها، عاد قليتها عاوتاني. هنا درت في هذا المول ديالي شويه زيت الزيتون، ندهنو هكا، وغنبدا نحط الدنجال. الدنجال تاهو راه مقليتوش بزاف، غير هكا تاهو شد فراسو وحيدته، حيت باقي غيدخل هادشي للفران. نقادو هكا وندير عليه البطاطا، انتما واخا تشوف في هاد النقط راه غير ديال الابزار. نبدا نوزع هكا في المول، كل واحد الطريقه ديالو كيفاش كيصايب هاد الشيء. عندي الدجاج، نخوض الصلصة ديالي كلها، انا غنقادها هكا في المول وغنرجع معاكم. انا غنحك هاد المورسو كله، انا كنت كنحك في الحكاكه الساعه عنكشاتني، نحكيتو هكا انتوما. عندي هنا البيض ديال السمن اللي مسلوق، نزين به. انا مسخنه الفران، ندخل الطورته ديالي طيب ونرجع معاكم. هي هذه الطاغط ديالي اللي جبتها من الفران، هانتوما بغيت باش ما تبقاش تبان لكم بيضه، انا زدت شويه الزيتون كحل وشويه الزيتون ابيض، واحد شويه خيزو اللي مرقد درتهم عليها من الفوق باش تعطي واحد اللون، يتغير اللون ديالها. ها هي راه زوينه فنه بنينه، نتمنى من الله تجربوها تعجبكم.
ما تنسوناش بلي لايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وخلوا لي شي كومونتير زوين، وشكرا.